وكانت المفاجأة الكبرى. ايه بقى المفاجأة الكبرى؟ المفاجأة انه انا بقى اقول ايه ده؟ ايه الجمال ده كانت؟ هو ايه ده بجد؟ هو بجد انا بقيت كده؟ يا صباح الخير والجمال والسعادة يا رب على عيونكم يا احلى بنات ومتابعات في الدنيا كلها. وحشتوني قوي 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 من الفيديو للفيديو، وفعلا وحشتوني، وفعلا بقالي كتير ما اتكلمتش قدام الكاميرا، والموضوع ده فعلا بيأثر جدا. يعني حاسة كأن اول مرة ابدأ اتكلم قدام الكاميرا معاكم، وللأسف الشديد ان انا عيانة وصوتي يعني شوية لو تلاحظين. النهاردة بنات كتير سألتني انتي فين انتي فين انتي فين، بتعملي ايه، وحشتينا، ايه الجديد عندك، ما تطوليش علينا اكتر من كده. فانا النهاردة جاية لكم بموضوع مهم جدا لكل بنت. الحقيقة يا بنات ان من اكتر، طبعا كلكم عارفين ان انا عملت فيديوهات عن قانون الجذب، طبعا كلكم عارفين ان القناة هنا هي عبارة عن رحلة شخصية، توثيق لرحلة شخصية، توثيق لكل حالة بمر بيها. واللي بينجح القناة ان دي رحلة كل بنت وكل ست بتتابعني. يعني الحمد لله كل بنت وكل ست قالت لي تصدقي ده حصل معايا، تصدقي انا اتجوزت، تصدقي انا اشتغلت، انا استقلت، انا خلفت، انا انفصلت بعد الطلاق، قبل الطلاق، الجمال والتجميل، وعملت ايه وما عملتيش ايه والكلام ده كله. طبعا كلكم عارفين ان من اكتر الفيديوهات اللي نجحت عندي في القناة كانت فيديوهات قانون الجذب. للأسف الفترة اللي فاتت تلقيت مسجات على الانستجرام من بنات كتير، الحقيني انا مش راضي عن شكلي، الحقي شوفي الشفايف عاملة ازاي، الحقي شوفي الشعر عامل ازاي، طب افرد شعري ولا سيبه كيرلي، طيب اعمله تسريحة معينة، طب اغير كل قد ايه. وخصوصا ان احنا دلوقتي يا بنات في عصر صعب قوي، انا بشوفه عصر ظالم شوية. يعني في ظلم ان انتي تبقي قاعدة وبس، مجرد ان انتي ماسكة التليفون وبتعملي سكرول كده على التليفون، وداخل المفروض ان انتي تترفعي وتبصي تلاقي دي عاملة ايه، ودي شكلها عامل ازاي، ودي وسطها، ودي شعرها، ودي جسمها، ودي ايديها، ودي شفايفها، ودي جلدها. فبنات كتير بتقولي انا عايزة ابقى حلوة، ازاي ابقى حلوة، ازاي اجذب الشكل اللي يخليني حلوة، طب ازاي الرجالة تشوفني حلوة. ودي حاجة بقى معلش كده يا بنات ويا ستات، مفيش واحدة تقولي انا مش ما يهمنيش ان الرجاله تشوفني حلوه او لا. ففي الفيديو ده ايوه خليكي مكمله معايا للاخر، علشان هقول لك ازاي تكوني حلوه في عين نفسك وفي عين الرجاله وفي عين اي حد. قبل ما ابدا معاكم الفيديو بتاعي انا عايزه اقول لكم ان تنويه بسيط، ايوه الفيديو ده عن قانون الجذب. تاني حاجه عايزة اقول لكم ان انا كنت عملت فيديو معاكم في 2020 او 2021 عن توثيق لرحلتي، وازاي اتحولت من شكل لشكل في فترة ما كانتش بسيطة، بس في نفس الوقت هي يعني فترة مهمة لان اتعلمت فيها كتير جدا. الفيديو ده انا عايزة اقول لكم ان ما كانش كل حاجة او الرحلة مستمرة، وده اللي احنا يا بنات بنتعلمه في قانون الجذب. لان ناس بتزعل قوي لما اطلع واقول قانون الجذب واقول تجذبوا كذا وتعملوا كذا علشان تجذبوا كذا، ناس بتزعل وبتهاجمني، ولكن انا مش هتطرق خالص نهائيا للموضوع ده، لان قانون الجذب انا غطيته في قائمة كاملة. ولكن هطلب منك ان انت تشوفي فيديو عن رحلتي في التجميل، كان ترانسفورميشن مهم قوي لكل بنت دلوقتي عايزة سنة 2024 تكون سنة سنة الترانسفورميشن، التحول من جوه ومن بره. نيجي بقى ازاي جذبت جمالي وازاي جذبت الشكل اللي انا عايزة اكون عليه. طبعا عايزة اقول لكم ان اللي متابع او اللي متابع معايا قانون الجذب عارفين ان احنا مش بنقعد نتمنى ولا نكتب ونعلق على الحيطان، وان كان ده في ناس بتنصح بيه، ولكن احنا ناس بنشتغل، احنا ناس بنتعب على نفسنا، احنا ناس بنحط خطط. فلو اي حد زعلان من كلمة قانون الجذب اعتبرها تفاؤل، اعتبرها تدين، اعتبرها كل اللي انت عايزه، اعتبرها سعي
فالمهم ان انا الفترة اللي فاتت وكل اللي كان عارفني وكل اللي شاف لي فيديوهات على القناة طبعا مبدئيا قبل ما اقول حاجة خالص او قبل ما اقول خطوة مهمة جدا ليكو، اللي ملاحظ ان انا طلع الفيديو ده من غير ميك اب خالص وبنضارتي وبكل حاجة، لان البنات عايزين يشوفوا حاجة طبيعية. هو انتي مش هتطلعي تتكلمي عن رحلتك التجميلية وانتي نفخة شفايفك وعاملة ميك اب كتير لا. المهم نبدأ تاني، ان انا زي اي بنت، ولو انتي ام بتعملي كده ارجوكي توقفي، ولكن زي اي بنت كنت صغيرة، وطبعا الشعر يعني تاج المرأة ومن اهم الحاجات اللي بتلفت نظر اللي قدامك ليكي ومن اهم الحاجات اللي بتعبر عن الشخصية بتاعتك. فللأسف طبعا انا مش بلوم امي ولا بلوم اي حد، ولكن انا طبعا انا ام نفسي وعارفة قد ايه الامهات الفترات دي بجد يعني ربنا معاهم التحديات والضغوطات والكلام ده كله، ولكن ما كانش حد يقول لي اعمل ايه في شعري، ما كانش حد يقول لي اصرح نفسي ازاي او اهتم بنفسي ازاي. طبعا ده كان يسري على كل جوانب الاهتمام بالنفس والانثى والنظافة الشخصية وحاجات كتير، ولكن من ابرز الحاجات كان موضوع شعري ده. فالمهم بدأت ان انا اتعامل مع الموضوع، الم شعري، اشوف اجيب كيرلر، على طول افرد شعري، اروح صالونات، شعري اتكسر كله. واللي متابع معايا من القناة هنا عارف ان انا في فيديوهات كتير بطلع فردة شعري، ده بكون عاملة تريتمنت. جربت كل حاجة، جربت الجابانيز وجربت الكيميكال وجربت الكيراتين والبروتين وبوتوكس الشعر وحاجات كتير، وجربت ماسكات، ولكن مفيش حاجة كانت جايبة معايا نتيجة. وطبعا محدش بيقولك تعملي ايه او محدش هيعملك دايركت في الطريق اللي انتي نفسك تروحي فيه، فبتضطري تسمعي لرأي الاغلبية، ورأي الاغلبية يقولك اعملي كذا، الكل بيفرد، طب افرد. كان الموضوع معاناة جامدة جدا، وكمان هتكلم على الناحية الاقتصادية، لان في الفترة دي كنت برضو هتكلم عن فترة من الفترات المهمة، كنت متزوجة، فطبعا الطرف الاخر يعني كان في مشاكل اقتصادية. فطبعا لما تروحي في اي حتة بيتاخد منك في الصالون رقم كبير جدا. فالمهم طبعا ان انا بحاول وعافر وماشية في طريقي، ماشية في طريق السعي، ان انا مش هوقف سعي، برضو هفضل اعمل وبرضو هفضل اشتغل مع روتين حياتي وبيتي واطفالي. وعملت لكم في اهداف قانون الجذب بعمل ريفيو كل سنة عن الاهداف اللي انا حققتها، والسنة دي هتتفاجئوا لما اعمل ريفيو ان شاء الله في اخر السنة. اتكلمت معاكم عن الجسم والجيم، ودي حاجة انا بعملها ان شاء الله، واتكلمت معاكم عن الصحة، وفي تغير جذري هعلنه ان شاء الله في الجانب الصحي، واتكلمت معاكم عن جانب التجميل والاهتمام بالنفس. واذا بي يا بنات، وانا في رحلة البحث عن عن نفسي، اتفاجئ ان في خدمة انا مشتركة فيها بتعلن عن البريدز اللي هي الضفاير. فطبعا انا قلت يعني هو ده ليا انا ولا لبنتي، انا مش فاهمة. فالمهم رحت وجربت وكده، يعني قلت لها طب انا هجيب بنتي صغيرة بس انا هاجي اجرب معاكي، يعني اشوف، انا عمري ما عملت حاجة زي كده، واحط لكم فيديو انا بتكلم عن كان شكلي عامل ازاي ساعتها. وهي عملت لي بقى ضفاير وكده، وبصيت لقيت ايه ده، انا شكلي حلو جدا في الضفاير وانا شعري مش مفرود. ولقيت الموضوع يعني انا ما تمش المعاناة، يعني مش لازم ادخل في معاناة واقعد في الصالون بالساعات واتعرض لهيت قاسية جدا لشعري علشان ابقى حلوة. وكانت المفاجأة الكبرى، ايه بقى المفاجأة الكبرى؟ المفاجأة انه انا بفك الضفاير لقيت، يعني هي كانت عاملة لي ضفاير صغيرة قوي قوي قوي، فكانت دقيقة جدا.
يعني اول ما فكتها كانت عاملاها لي في القصه، فلقيت القصه يعني من قدام شكلها حلو قوي، وهو ده اصلا شعري الطبيعي الكيرلي. فعماله اقول ايه ده، ايه الجمال ده، كان يعني بشكل نفسي اعمله لكم. طبعا ده كيرلي مختلف، الكيرلات دي مختلفه، ولكن اول ما عملتها لقيت هو ايه ده بجد، هو بجد انا بقيت كده، هو بجد انا اقدر افك شعري واخرج للدنيا كده عادي، هو ايه ده، هو بجد انا مش محتاجه اقعد بالساعات في الصالون الهير صالون، ولا اقعد في البيت بقى سشوار بالعشر ساعات وستريتنر وحاجات كان مفعولها يعني بتقعدي ممكن بالخمس ساعات مفعولها ينتهي. مش قادره اقول لك طبعا لو شعرك مجعد او شعرك نوع مختلف. فاللحظه دي كانت فارقه في حياتي يا بنات، قلت قررت ان انا هعمل كيرلي، ولكو ان تتخيلوا ان في رحله عمري كله للبحث عن ما يناسب وشي وما يناسبني، ما كنتش اعرف ان انا هبقى واثقه من نفسي كده، وان انا هبقى مش حامله هم بالطريقه دي، وان انا هبقى سعيده وانا بواجه العالم، انا مش هاممني، انا هو ده انا ودي شخصيتي وده شكلي. كل ده جيب ايه يا بنات؟ بقانون الجذب. ازاي؟ بالسعي وجه بالتجربه، السعي والتجربه، وان انت يبقى شورتك من دماغك، انا شكلي حلو كده وهبقى كده وهكمل على كده. فالمهم بصيت يا بنات لقيت ان دخلت لقيت على اليوتيوب مليون قناه كيرلي عربي وانجليش، وبنات كتير وحلوين وبشوفهم في الشارع وقد ايه هم واثقين من نفسهم، وده خطا كلنا بنعمله. ايه ده، لا انا مكسوفه اطلع بضفاير، ايه ده انا مكسوفه اطلع بكيرلي، ايه ده انا مكسوفه شعري هايش، ايه ده انا مكسوفه الم شعري، ايه ده انا لازم افرد شعري. فبتبصي بتلاقي ان دايما عايزين نسال حد، دايما عايزين ناخد فاليديشن، دايما مش واثقين في اللي بنعمله. لكن لما تقولي لنفسك ايه ده انا شكلي حلو كده، ايه ده انا مش مضطره ان انا اعاني كده، تحبي نفسك نفسك هتحبك، تحبي نفسك نفسك هتحبك. فانا حابه نفسي كده، حابه شكلي كده، بصيت لقيت الدنيا كلها بتتيسر. فلو انت عايزه تجذبي الشكل الحلو الجذاب اللي يخليكي الصوره اللي انت عايزاها في عين اي راجل وفي عين اي حد في الدنيا، حبي نفسك وكوني نفسك، والرحلة فردية تماما، رحلة اكتشاف النفس اكتشاف الجمال. افضلي جربي وافضلي اسعي وما تمشيش ورا حد وما تاخديش رأي حد، حبي نفسك، نفسك هتحبك، مرايتك هتشوفك حلوة، ولما تخرجي وتواجهي العالم وتبقي سعيدة من جواكي محدش اصلا بيبص على ايه ده دي عامله ايه، ايه ده ايه ده الهبل ده، ايه ده شكلها عبيط، ايه ده خالص. بالعكس الفايبس بتاعتك والكاريزما بتاعتك بتكون طاغيه، اللي قدامك هو مش شايف حاجه خالص مهما كان شكلك. عايزه اقول لكم ان انا كنت عارفه ان انا الشعر الستريت مش بيناسبني، وابتديت السنه بتاعتي ان انا كنت عامله شعري كيرلي ويفي، يعني ده مش زي درجة الكيرل ده، وطبعا شايفين يعني الكيرلات بتلمع، محطتش اي هيت خالص. ولكن في بداية السنة عملت شعري كله كيرلي، والله يا بنات احط لكم الصور من ساعتها ما مسكتش الكيرلر ولا عملته كيرلي خالص. فزي ما يكون ان ده الكونفرميشن بتاعي او التوكيد بتاعي ان انتي السنة بتاعتك بدأ شكلك او عاملة شعرك كيرلي او عايزة تكتشفي جمال شعرك في الحتة الفلانية، فالموضوع هيتكشف لك. وكنت مبسوطة بنفسي وصورت فيديوهات وكان حاجة جميلة جدا، وما كنتش متخيلة ان بعد، احنا دلوقتي في شهر 5، يعني بعد اكتر من 4 شهور الرحلة بتنكشف لي وببدأ اكتشف جمالي الداخلي والخارجي وايه الحاجات اللي تليق عليا. فأرجوكي ما تنبهيش بأي ترندات وملكيش دعوة باللي بيعملوه، واعملي المناسب ليكي. وعايزة أشوف في الكومنتس، عايزة أشوف عملتوا إيه، عايزة أشوف بقى شكلكوا إيه، إيه الحاجات اللي أنتوا غيرتوها وادتكوا جمال واكتشفتوها في نفسكوا وما سمعتوش كلام حد أبدا.
حبي نفسك زي ما هي، انت جميله، انت تستاهلي الحب، ما تيأسيش، جربي، ادي نفسك وقت، نفسك تستحق الوقت والحب والاهتمام. زي ما بتدي نفسك، نفسك هتديكي. زي ما هتثقي في نفسك، نفسك هتثق فيكي وهتخليكي تظهري بالشكل اللي يرضيكي ويليق بيكي. بحبك قوي، اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.